بالنسبة لتعليقاتكم اليوم على صفحة الفيسبوك على سؤال شو بتعملوا إذا صار فيكم مثل امبارح بملكة جمال الكون، شرب اللي عم بيقول عادي ما بعمل شيء بس بقوصه يا لطيف حزين هالستيف هارفي امبارح المصايب اللي صارت فيه. كمان مشاهدين عم بيبعتوا لي انه بكره ذكرى المولد النبوي الشريف، اكيد ان شاء الله بينعاد على الجميع، بس هو بكره لسبب بكره اكيد رح نعايد فيه. زينه عم تسالني هالسؤال، وكمان في حدا تاني كمان بعت لي هذا السؤال، فاتن كمان عم تذكر هالموضوع، اكيد ان شاء الله يا رب، وخاصه وانه هالسنه عم بيصادف انه بكره ذكرى المولد النبوي الشريف، وايضا رح يكون مباشره من بعده عيد الميلاد، يعني هالسنه كل الاعياد عم بتترافق مع بعضها. ربنا دائما عم بيبعث لنا هيك اشارات لحتى يذكرنا بالتعايش الموجود بلبنان، ولحتى دائما نتذكر قديش هذا الموضوع لازم يكون غنى وموضوع توافقي لكل اللبنانيين، ومش مفروض يصير فيه خلافات بهذا الاطار، دائما تذكروا هالشيء، وخاصه هيك اشارات ببعث لنا اياها ربنا. رح نتابع محطاتنا هلا، وكندا مثل ما قلنا لكم اليوم رح تبقى معنا بالاستوديو، رح تاخذ اتصالات المشاهدين مباشره على الهواء بارض وورد، اكيد كندا معنا بالاستوديو. كنو صباح الخير من جديد. من جديد صباح الخير. عندك اول شيء سؤال بدك تجاوبي عليه، بعدين بنبدا باتصالات المشاهدين. صحيح. عندي اسئله. رح بلش باول اول سؤال، وهو عن الاوركيدي. ما عم بتعطي ورد، زهرت مره واحده وما بقى زهرت الا 3 سنين، عنا شو لازم انه نحط لها؟ رح نشوف كمان الصوره يلي بعتت مع عن المريضه مع السؤال. منا مريضه هلا. رح تشوفي انه ورقه خضر، ودائما وقتها بيكون بالاوركيدي الوراق بعدهم حلوين وخضر، هذا دليل انه بعدها عايشه، والشروش كمان بيقدروا انه يعطونا اشاره اذا كانت هالنبته بعدها بصحه منيحه ولا لا. وقتها بيكون في عندي جذور جديده عم تطلع وورق جديد عم بيطلعوا، حتى لو ما عندي ازهار، لو ما عندي تيج طالعه من الاوركيدي، معناتها انه هي منيحه وناطره وقتها هي بيجي عبالها رح تزهر. هلا كيف فينا انه ساعدها؟ ليش بقول انه وقتها بيجي عبالها؟ لانه ممكن انه هالنبته تكون منا كثير نشطه بس هي بعدها بصحه منيحه، او تكون منا ناضجه كفايه لحتى ترجع، يعني بعد ما نضج التيج يلي لازم انه تفرخها وتعطي زهور عن جديد. معلش حتى لو كان 3 سنين يعني قربت معناتها، ورح تتفاجأ يوما ما بانه يطلع تيج عم تعطي ازهار. هون عم تشوفي الاوراق لونهم اخضر واخضرهم حلو وما فيها اي مشكل. هلا في شوية شروش مبينين لبرا، مش معناتها انه في شيء غلط، بس معناتها انه اذا بنضيف لها شويه قشر صنوبر بتضل محافظه على رطوبتها بشكل افضل، وهذا الشيء بيساعدها انها تضل محافظه على صحه جيده كمان، احسن ما ينشفوا الشروش بسرعه اكثر. دائما وقتها بيطلعوا الشروش لبرا ما معناتها شيء، مش انه حتى فينا انه ما ننقلها، بس معناتها انه اذا بنرشهم بالمي هذا الشيء بيساعدهم انه ما ينشفوا. وقت اللي بينشفوا ممكن نخسر هالشروش، معناتها هي ممكن تخسر مصدر انها تلقط رطوبه وتلقط مغذيات. كيف فينا ساعدها؟ فينا انه نحط لها مغذيات خاصه بالاوركيدي، وهيدا الشيء اكيد بيساعد انه الوراق تبعولها يضلهم حلوين وانه كمان تعطي ازهار. المغذي اللي خاص بالاوركيدي ممكن انه نلاقيه بالمشاتل، وممكن كمان نلاقيه بالسوبر ماركت. رح ناخذ اتصال من ربيع. الو صباح الخير. صباح النور ربيع، تفضل. الحمد لله وعليك ان شاء الله يا رب. صباح الخير مدام كنتا. يا هلا ربيع. كرمال البوانساتيا. ايه. بدي اسالك بتعطي من اي شهر تقريبا فينا نعتمها؟ اوكي، يعني كنت عم بقول هلا من الساعه 4:30 5 تقريبا. عندك اياها من السنه الماضيه؟ لا، ما انا مثاقبه انه بجيبها وبعد سنتين بتموت. اوكي، بس هلا عندك اياها مزهره؟ ايه مزهره. هلا ما بدك تعتم لها؟ ايه اكيد. طيب ما يكون حدا فهمني غلط وبعدين تقولوا لي غلطنا. لا لا هلا لا، ولا على الربيع، عم نحكي اذا شيء ضلت عندك منيحه وعطيت ورق سنه الجاي ابتداء من شهر نوفمبر، يعني تشرين الثاني فينا نبلش نعمل هيدا الشيء. مش قبل نوفمبر؟ لا مش قبل. اوكي. اوكي، يعني باول نوفمبر بنبلش بنغطيها لحتى بمثل هالوقت تكون عطيت الاوراق الحمراء. لانه هديك في مره جربتها انا يعني وظبطت. إيه؟ بس بلشت فيها من كانون اول. اوكي، من كانون اول وعاد يعني تقريبا كانون ثاني بلشت تحمر. اوكي، مش هيك عم اقول لك، اذا تبلش بنوفمبر اكيد بتبلش تحمر بديسمبر على موسم الاعياد. اوكي اوكي، ميرسي.
شكرا ربيع، رح نتابع بالسؤال الثاني كندا. فعلا بس حتى هيك نختم مع الاوركيدي، مهم انه نعطيها مغذيات بعد 3 سنين، لانه هيدا التراب يلي عاده بيكون موجود فيها هو ما فيه مغذيات ابدا، هي بتضلها تقدر انه تلقط رطوبه من الجو، بتقدر انه تلقط رطوبه من وقتها نسقيها، بس الغذاء يلي بقلبها ببلش شوي شوي يروح، ومشان هيك بعد 3 سنين مهم انه نعطيها مغذيات ونشتري خصوصي للاوركيدي مش لانواع ثانيه من النباتات. الثاني سؤال هو عن عندي هيدي الشجره، هلا بنشوفها شو هي، وعم تيبس اصلا صار لها سنتين بتطلع فروخها وبتموت هالفروخ، شو لازم اعمل لها او شو لازم انه نضيف كمان؟ رح نشوف شو هي الشجره، رح اكتشفها معكم كمان انا. اوكي، هلا هون انا ماني كثير قادره اشوف شو النوع، شجره وورقة صغار بس منيح في صوره ثانيه. منيح، اوكي. الارجح انه من انواع الفيكس اذا ماني مغلطه، بس تعبانه كثير. هلا بيقدر يكون اول شيء انا وقتها بيكونوا كل هالبلانتات حد بعضهم هيك، بحب انه يترتبوا اكثر وما نخلي كثير الاشياء على بعضها، يعني حتى ملاحظه انه اليوكا يلي حدها هيك كيف رايحه مايله لانه ما عندها محل تقدر تكبر، يعني بس يكون في نباتات كثير قراب لبعضهم ونبته منا عم تقدر تروح بالطول بشكل جالس لانه في نبته ثانيه اخذه محلها بتروح بالورب. هالنبته يلي عم نشوفها ويلي عم بيهروا اوراقها ممكن يكون فيها مرض، ممكن يكون من لانه هون مش قادره اني اشوف، او ممكن يكون فقر بالتراب، يعني بدها مغذيات. بجميع الاحوال اذا كان فيها من ببين لانه مدبقه، بتكون مدبقه، ساعتها لازم انه نرشها، وبنرشها على 3 أو 4 مرات على القليله، وحتى لو كان فيها من بس نرش اول وثاني مره ونبلش نحس انه عم تتحسن لازم انه نحط مغذيات، والمغذيات نبلش ساعتها باخر شهر كانون الثاني اول شباط بيكون منيح، لانه معناتها انه هالنبته منا كتير غنية. كمان شفتها طويلة كتير من تحت عم تعطي ورق ومن فوق في تيج طالعة وبعدين في ورقتين. هلا فينا انه نختار نقصرها، فينا نوقف لها شوي بس قبل ما نقصرها وناخذ اتصال. يلا انغام معنا، صباح الخير. صباح النور. صباح النور انغام، وينعاد عليكي. ينعاد عليكم ان شاء الله، نعاد على الجميع وخير عليكم يا رب. يا رب يا رب. تفضلي كندا عم تسمعك. بدي احكي مع مدام كي. اكيد تفضلي انغام. الو، ايه اهلا، تفضلي انغام. بونجور مدام كيندا. بونجور، يا هلا. الحمد لله. لكن كتابك يا حوي معي. في عندي شتلة اجتني اياها هدية وقت عملت عملية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اسمها البوستيا، هي مثل شجرة. شو اسمها؟ لكن انا مش كثير شاطرة بالقراية. ايه معلم، بس قولي لي شو كيف شكلها؟ هي بتسجرة ببو صغيرة وراقة. نعم؟ ايه تفضلي. هروا وراقة كلهم. اوكي. كل وراقة هروا منها، ليه؟ طيب كنت قلتي لي اسمها بس رجعي قولي لي لو نتفة تقريبا يعني شو اسمها؟ البو ناتيا. اوكي. البو ناتيا؟ ايه. اوكي، كيف شكل الوراق؟ صغار هيك مثل صغار اوراقها. موجودة بالكتاب؟ موجودة بالكتاب انغام؟ نعم. موجودة بالكتاب تبع كندا النبتة، شفتيها؟ ايه موجودة بالكتاب عندي. اي صفحة؟ صفحة 151. 151، هيك تنشوفها بالكتاب. يلا هلا نشوفها انغام، بس رح ريحك، عندك واتساب تقدري تبعتي لي صورتها بليز، وقلتي لي عم بهروا اوراقها وما عم تعرفي ليش، انا اكيد برجع بجاوبك بس تصير الصوره عندي. لا التليفون ما انكسر تبعي. اوكي، ما سمعنا انغام؟ الواتساب ما في عندي. اوكي، حتى التليفون قلب هيدا وانتزع. اوكي، رح نفتح الكتاب نحن هلا ونشوفها انغام على كتاب كندا، وهلا واذا بدي فيك تسكري التليفون وتسمعي الجواب. اوكي.
اوكي لكن هلا هي هلا دغري بناخذ الكتاب على صفحه 151 تكرم عيني. شفتي كيف لقيت لها الحال دغري بما انه الكتاب معها. اوكي رح كفي لكن بالاسئله يلي معي. كمان سؤال عن الاوركيدي. اوركيدي بطلت عم تعطي ازهار الصيف بتيجي اللي كانت مزهره ما عطتني ابدا شيء جديد ولكن بلش يطلع تيج من الكعب. هل بقص التيج القديمه او بتركها؟ انا بقول تركيها لانه اوكي بلشت تطلع التيج جديده شيء كثير منيح معناتها انه رح ترجع تعطيني سمبله عن جديد ولكن التيج القديمه كمان في مجال انه ترجع تفرخ عن جديد وترجع تعطيني فرع جديد. لقيتيها؟ لقيتها البونزاي. عم نحكي عن البونزاي هي على صفحه 151. هلا صار راكب السؤال لانه ايام كثير البونزاي ورقه او دغري بيهروا فجاه وهيدي شغله كثير بنشرح عنها. انغام ممكن يكون انه نهر الورق. رح فرجي كمان هي اصحابي هيدي هي البونزاي يلي مثل ما شايفينها هون بالكتاب صفحه 151. شفتي كيف دغري انا مش حافظه اكيد انا قلت انا حنو دغري بجيب الكتاب. اوكي فممكن انه يهروا الورق تبعولها. ممكن عاده هالشيء بيصير اذا كان في عندي شيء صار فجاه مثلا اذا كان عاده طقس معتدل كثير واجاها صفقة هواء مثلا للبونزاي بيهروا الورق تبعولها او ممكن يكون بالعكس كانت موجوده بمحل بارد ورجع بعدين ضوينا شوفاج بيهروا الورق عن جديد. وممكن انه يكون شروشها ما عم يشربوا مظبوط يعني ايام كثير ما بنعرف نسقي البونزاي منيح مشان هيك بنسقي شوي وبينشف التراب ما بيكون الشروش عم تقدر تشرب مثل ما لازم. هلا الشيء اللي فينا انه نعمله هو انه اول شيء نرجع نصير نسقي البونزاي بطريقه منتظمه. هيدي شغله كثير مهمه ونسقي لوقت طويل. لوقت طويل يعني انه بدنا نغطس هالجات يلي هي مزروعه فيها الصينيه الصغيره اللي مزروعه فيها بجات مي بدون ما يكون وجهها موجود بقلب المي. ما بعرف اذا في صوره كمان بالكتاب بتفرجي كيف كيف بنسقيها. فاذا بنحطها بجات مي بدون ما يكون الوجه تبعها بقلب المي لمده نص ساعه تقريبا لحتى نتاكد انه من الثقوب تبع الصينيه شربت كثير منيح وكل الشروش صارت عم تقدر انه تشرب لانه شروشها كثير صغار ولازم انه كلياتها تشرب. تاني شغله لانه هريت فينا انه نشحلها شوي يعني منشيل الاطراف كلها تبع الشجره تقريبا سنتي سنتي من كل ميله كيف نحن وقتها بيكون مقصف شعرنا من شوي بننظفه هيك لازم نعمل بالبونزاي. وثالث شغله بنعطيها مغذيات او تكون خاصه بالبونزاي وساعتها بنلتزم قديش الدوز يلي موجوده على العبوه او اذا كان هي للنباتات الخضراء فينا انه نستعملها بس ننتبه بليز لانه لازم انه نحط نص الكميه يعني اذا كان لنقول بدي ملعقه عاده لانه بيكونوا بودره ملعقه بقلب لتر من المي للبونزاي هيدي اذا بدي احط لها اياهم لازم يكون نص الملعقه مش الملعقه كامله بقلب لتر نفس كميه المي لانه عندي كميه تراب قليله وما لازم انه يكون كثير المغذي مركز لحتى ما يصير في عندي مشكل ثاني وهو انه تحترق الورق. فان شاء الله نكون اعطيناها جواب لانغام مثل ما هي كانت ناطره. منا مشكله كثير كبيره بتصير ايام فينا انه نجرب نصلحها بانه ثلاث اشياء لكينا. اول شيء نسقيها بانتظام ومنيح، ثالث شيء نشحل شوي على الاطراف، وثالث شغله هي انه نحط لها مغذيات للبونزاي لحتى ترجع تقلع وترجع تعطيني اوراق جديد. شكرا كثير كندا، نحن بنشوفك بنرجع بعالم الصباح اكيد بخلال هالاسبوع، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات زينب بتكون معنا بكل النشاطات الاجتماعيه اللي عم بتصير بلبنان وخاصه انه هالمنطقه هالفتره عم بتكون كثير ناشطه لانه مع فتره الاعياد، لحظات وبتكون معنا زينب باجنده، خليكم معنا.